Oh my god. اوكي حبايبي الكرام. يب بوي حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين شباب نزل واخيرا سكين الستريت فايتر. شباب اول سكين منتظره، يعني بتعرفوا تكلمنا هذا الموضوع حبايبي الكرام. اوكي ليديز اند جنتلمان، مثل ما انتم شايفين اليوم الوضع ريلاكس، راح نكون ريلاكس حبايبي الكرام. راح نحاول نجيب هذا السكين. نعم نعم نعم. بس قبل ما نبلش باي شيء يا اساطير، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتنرات يا حلوين. وخلينا نرجع نرجع النظارات، نرجع شو النظارات معلم حبيب والله. وخلينا ندخل معلم على الحدث. طبعا اليوم الوضع شاب، رح نكون ريلاكس بدون صياح بدون اي شيء على رواق. اوكي يلا ندخل على الحدث يا اساطير. اوكي شباب، حدث الصندوق حبايبي. ليديز اند جنتلمان، هذا هو الحدث. اعطونا رايكم بالنيو لوك حبايبي. اوكي اعطونا رايكم حبايبي. يا الزلمه بلا نيو لوك بلا بطيخ شباب، ما حبيت اضبط من هون اول فيديو لاخر فيديو ما اقدر شباب. خلينا نبلش شباب نلحق بالحدث بالشباب. اوكي ليديز اند جنتلمان شباب، مثل ما انتم شايفين شباب حدث الصندوق شباب. اول سكين ستريت فايتر حبايبي، شونغ شو اسمه؟ شون لي. اوكي شون لي. والشيء الاكره بهذا الاحداث شباب، هذا الاحداث اللي ما بتعرف ايمتى يطلع لك السكين، ما بتعرف يعني ابدا، هذول هلا الشيء شباب، هذول هذا. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين يعني بالصوره عندنا ثلجه. اوكي بس شيء ما فهمته، يعني ليش ما بيحطوا لنا السكين في متجر هاكر معلم؟ بناخذ والله قد يعني اسهل، وبنعرف كم بدنا نصرف. هي المشكله شباب بالاحداث، بتعرفوني هيك احداث انا بكرههم. اوكي ليز نجرب شباب، خلينا نضرب اول، خلينا نجرب حظ. شو رايكم نجرب حظ 25%؟ نجرب 25%، شوف نطلع وشوف شو راح يطلع لنا. بسم الله دونت ريمبر شو راح يصير. فرج. والله انا شايف شباب راح يوجعني. احنا راح نجرب 300% شباب حبيبي والله. قول لي طلعت لنا الثلج لوز 180 كمان وحده معلم. شو طلعت لنا شي سكين؟ والله شباب حبيبي والله، دنيا الصبح بكير وما بدنا نخلي وضع ريلاكس. حلوه طلع لنا الراس، الراس جميل، هذا الراس حبيبي. طبعا باقينا الان 1 2 3، باقي 1 2، ايه 1 2 3 حبيبي والله. ليتس جو، راح يكون حظنا اللوز شباب بهال ما لا 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 ما. لا لا انا بعرف انا بعرف شباب، يعني مثل كل مره لا راح هيك، بدل ما انه هيك شباب لازم نخليها 35، راح نرفعها شوي شباب للنسبه. والله حرام شباب 200 جولة يعطينا سند هذا، يعني والله حرام اقسم بالله. الحذاء الوضع لوس. اوكي شباب يعني تركونا، يعني اهم شيء بالسكن تركونا اياه اخر شيء، دخيل الله. خلينا نعمله 40% شباب، 40% ليشوف الحظ. هات لنشوف حبيبي والله، حبيبي والله. الوضع شباب مثل ما قلت لكم، بدنا نخلي الوضع اليوم ريلاكس ريلاكس شباب، خلي الوضع ريلاكس شباب بدون صياح. بقينا قطعة واحدة حبيبي والله، لوز اللوز 240. يلا نشوف ربك شو 200 يعني انا شو انا لا شو بدي اعمل فيه شباب، انا هنا شو بدي اعمل هالزلاجة شباب، يعني انا بتعرفوا دائما عندي ركبت الساكور حبيبي. اوكي خلينا نركز. هنا والله الشباب شوف حتى نعمله 50% شباب، امرنا لله، امرنا لله 300 جوهره حبيبي والله، حبيبي والله. كان معنا 3000 جوهره تقريبا شباب، صرفنا 3000 جوهره مشان نجيب السكين شباب. طبعا شباب انا فهمت شيء بهذا السكين، حبيت اجربه ومشي الحال. جربوا انتم شباب ممكن يطلع لكم، جربوا جيبوا هيك اول شيء، اول نسبه مثلا هيك خفف نسبه خفيفه، اكيد راح يطلع لكم شيء. شوي شوي ارفعوها شوي شباب راح يطلع لكم، خذوه من عندي انا هيك. انا شباب جربت وهذا بس، ولكن شباب ما اعرف حبيبي والله. ندخل على السكين شباب. صراحة شباب صراحة 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 أنا بدي أقرر، وبدي يعني بدي كيف أشرح لكم؟ امبارح كنت على اللايف وكنت عم أقول لكم بدي أحاول ألعب بشخصية بنت شباب. خلاص من بعد نزول هذا السكين لازم ألعب بشخصية بنت يا أساطير. هات كيلي. شو هالقرش معلم؟ نشيل هاي شباب، نحط لنا جوزيف. عن جد متحمس كثير للسكين شباب الصراحة، يعني تعال هون شيل القرش التعبان معلم. طمانه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام شباب السكن، يا سلام يا سلام. صراحه شباب انا يعني انا من محبين ستريت فايتر شباب، يعني طبعا
جماعة موليدهم 80 90 وفوق حبيبي والله راح يفهموا وضعي. اوكي ليز انجل تمن، اوكي ليز انجل تمن، خلاص هيك حصلنا على السكين شباب. طبعا شباب بدل كل مره لازم ندخل نجربه شباب، بس والله حبيت يعني يكون فيه شيء مميز، نقصه كان شيء مميز شباب. لو كان عمله مثلا نقدر نخفي الحقيبه او شيء او والله كان حلو، كان طلع مرتب شيء مرتب. بس هون يا حبايبي شو حاطين معه؟ هذا لحاله ولا مش لحاله. اوكي اوكي راح نحط خلينا نحط الشيء والشاح يكون مرتب معلم. شو نحط هذا؟ شو هذا كان؟ هذا بيت الفاير باس. يلا نحط هذا حلو. او وقف شوي. والله يا حبايبي ما بعرف شو بدي احط. خلص اليوم يا شباب، اليوم على اللايف راح العب بشخصيه شون لي، بشخصيه البنت شباب. شوف خلينا نشوف شكلها باللعب. خلونا ندخل. والله شباب دائما بندخل تدريب، خلينا ندخل نشوف السكن بشي جيم رانكد او هيك سولو على السريع شباب. نجرب الوضع انا شباب. ليتس جو. لا وقفوا وقفوا قبل ما نبلش شباب، نسينا شغله كثير مهمه شباب اللي هي الثلجه. لكن الثلجه شباب نسينا الثلجه يا اساطير. وين الثلجه؟ لك ثلجه اسطوريه شباب راحت علي ثلجه ستريت فايتر شباب. لا 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 طولي بالكم شباب حبيبي والله. تعال هون، وين الثلجه اول؟ والله يا اساطير لازم نعملكم عن قريب. اذا وصل هذا المقطع 15000 لايك، لا والله خلينا نوصل 20000 لايك شباب، نعملكم استعراض على الحساب يا اساطير. اوكي هي هي الثلجه شباب. لوز اللوز ثلجة التشونغلي ستريت فايتر. والله الثلجة كمان حلوة شباب. خلينا ندخل، ندخل على نرجع ندخل ريدي ونبلش نتفرج نحاول شباب. نزلنا ننزل كم متنا ما متنا حبيبي والله. اوكي شباب هي دخلنا على الجيم حبيبي. هذا اول سكن يا اساطير، شوفوا من فوق. وقف شوي حبيبي والله. لوز اللوز لوز اللوز معلم والله يعني عن جد سكين شيء مرتب شباب. طبعا شباب بالنسبه لمحبين ستريت فايتر شباب يعني اذا بينزل مثلا هيك سكنات، بس اذا ينزل بالمستقبل ان شاء الله ينزل بالمستقبل سكنات مثلا ناروتو ولا دراغون بول او ون بيس شباب يعني لا استطيع لا استطيع لا استطيع لا استطيع يعني وين رخصة القلب؟ انا وين مش كيف ماني حاطين رخصة القلب شباب؟ وات شو عم يصير هون؟ حبيبي والله يلا ندخل على الطياره معلم. Let's go. حاول ندخل بشي مكان شباب. يلا نجرب. متنا اول نزله متنا ما متنا حبيبي والله نكمل الجيم كله معلم. وين ننزل شباب؟ خلينا ننزل في ننزل بشي مكان عادي. لانه مالي حاطط النسر حبيبي والله. تعال 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 يا جميل تعال 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 خلينا ننزل هون شباب. مالي حاطط النسر المشكله. التمانو تشون لي يا سلام يا سلام عليك. السلام عليك. بس والله شباب انا الشيء مو عاجبني انه ما نزلوا رخصة الا لشباب. نزلوا رخصة الهادوكن بس ما نزلوا رخصة للبنت. هذا الشيء يعني كنت منتظره بس ولكن ما نزلوا. مو ما اعرف ممكن ينزلوه. وحبيبي والله حبيبي والله واحد نزل قدامي شباب. ويلي 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 ويلي. حبيبي تعال 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 تعالوا تعال يا جميل تعال تعال لا تخاف لا تخاف والله انا 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 طيب انا طيب انا طيب معلم انا طيب انا انسان طيب والله يعني مالي 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 مو كويس. تعالوا نطلع لفوق شباب على رواق. تعالوا هون ثواني يا ساتير. يلا بس كان في واحد نازل هون شباب. خلي شوي صوت اللعبه لانه ما بسمع شيء. تعالوا هون تعالوا هون تعالوا هون تعالوا هون. الثلج صار عندنا الثلج شباب. نحبش نفس الوقت عشان نستعرض الثلج. وين 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 على سطح البرازيل؟ ما عندي لا درع ولا خوذه شباب. الوضع حرج. هي واحد هون حبيبي والله حبيبي والله معلم. اسطورتي اسطورتي اسطورتي. يلزمنا شي خوذة شباب. خوذة سريع خوذة وثلجة خوذة وخوذة لا مو خوذة. لك بدنا درع 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 يا شباب. أين الدرع؟ يلا هات لنشوف هات لنشوف يا جميل حبيبي والله. ما في درع هون يا شباب؟ ما في درع؟ هي درع هي درع لوز
أجل والله يمكن عندي، يمكن عندي شباب، عندي كم درهم عندي؟ عندي ثلاثة والله، روح أقدر أشتري خوزة. يلا معلش خليها. وين الحلوين؟ 25 واحد بقى حبيبي والله. من جماعة البرازيل؟ التمانة شباب ما في حدا؟ وين الناس؟ وين الناس شباب؟ ما في حدا، وين كلهم اختفوا؟ خلينا ناخذ السيارة ونشوف، نروح على غير مكان. يمكن في شيء، خلينا ندخل لهون معلم. راح نطور. ما في واحد، في واحد، في واحد، في شباب ولا بل بل بل. حبيبي والله. حبيبي والله معلم. ابلع. هاي في واحد وين متخبي والله. تعال 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 حبيبي تعال. طيب يا جميل تعال. ابلع هاي. اقسم بالله شباب والله دبخت مسكين. اه يالله شباب تخيل الله كيف بلش يضرب يكسر بالدنيا. اه يالله يا زلمه شباب والله شباب صراحه عدي عندي الساعه الان الساعه 7 الصبح اوكي يعني. يعني ما شربت لسه قهوتي والله هذا زبط لي يومي شباب من اول اليوم. او ماي جاد. قول لي شاف فيوني ناس حبايبي. قول لي في ناس هونيك على اليمين، اثنين بالمنطقة البرازيل. وين هم الجميل؟ واحد هون. تعال معلم وينك؟ وين هدول يا الله؟ في واحد ورا كمان. يخرب بيت سنتك. هذول جماعة السولو الشباب عن جد يعني يكمبرو لكم بشي مكان. انغدرنا معلم. تفرج شوفوا الغدر شباب، شوفوا الغدر حبيبي والله. اوكي شباب مثل ما اتفقنا متنا. اوكي اتس اوكي. طبعا شباب بس ما جربنا الثلج، اقسم بالله راح ندخل بشكل سريع التدريب، نجرب نفرجيكم الثلج على القليل يا شباب والله. تعالوا ندخل على التدريب شباب بشكل سريع، نجرب الثلج. اقسم بالله شباب اكره ما عندي. نشوف الصوره فيه غدر معلم، ما سمعنا صوت، ما سمعت شيء. ها فجاه شفت حالي نوك ابدا، سبحان الله معلم. بس نجرب الثلج معلم بعد اذنك معلم. معلم لا تبلش تضرب معلم حبيبي والله. سلامات بشوفك على خير. شوف الثلج يا اساطير بالترجي معلم. Let's go. حبيبي والله. إيش مرتب جد. يعجبني هذا الثلج يا شباب لأنه في ثلجات تحسهم شوية ضخمات. فهمت علي كيف؟ بس هاي نفس الثلج العادية بس ألوانها متغيرة. شيء حلو. شو عم يعمل هذا معلم؟ مات من هذا معلم؟ ما بدك تموت؟ بلشنا نضرب ورا معلم. حبيبي والله. خلاص شباب ما راح نرجع لهون نكمل، شوفوا نكمل باللعب شباب، ما بدنا نطول الفيديو شباب. حبايبنا الكرام هيك بنكون انتهى مقطعنا اليوم اساطير. ان شاء الله عجبكم المقطع حبايبنا، لا تنسونا باللايكات وشيرات وبارتاجات يا احلى ناس، ولا تنسون ليديز اند جنتلمان اهم شيء الانستغرام وقناتنا الثانيه حبايبي. بشوفكم على خير. سلامات.